كي اي بي ويخرج زون سنت وفريق حماده. كل الاحتمالات قائمه وورده في لقاءين هما الثاني والثالث في اليوم رقم 13 لدوره الروضان الرمضانيه. هنا من صاله شيد فادي الاحمد نتواصل واياكم واحداث لقاء هام جدا ما بين الفريقين حرس الوطني وحماده، معا نتابع احداث اللقاء. شوف فريق حماده بماجد الحافي، حسام سمرين، ايمن يوسف، عبد الرحمن دغيش، محمد موالي، مؤيد سيكا، وحسين ابو الشيخ. شوف مع بعض دورهم هيكون ايه النهارده في مباراه غايه في الاهميه. تعادل ممكن يوصلهم، شرط يخسر زون سنت بعد كده من كي اي بي. حرس الوطني لابسين اللون الاصفر، تعادلوا في مباراه مع زون سنت وخسروا مباراه من البنك الدولي. انطلاقة قوية، ضغط عالي معمول، لأن المكسب ولا شيء غير المكسب يكون هو هدف الحقيقة فريق الحرس الوطني. الحرس الوطني كلهم الحقيقة مجندين، كلهم عسكريين مجندين، حتى المحترف دوغلاس هو مسؤول اللياقة البدنية أيضا عسكريا معهم، متخصص في اللياقة البدنية، لاعب رقم 2 باللون الأصفر. بداية اللعب من تاني، أدي مؤيد، مؤيد سيكا يعدي مؤيد كويس قوي لكن مضغوط وفاول. فاول على انور لايش لاعب فريق برقان انور، وادي الضغط على مؤيد. بص بيعمل فنت انه داخل لجوه وبعدين ينطلق ياخد المبادئه، هو اللي بياخد المبادئه، القرار بيكون عنده، ودي دايما بتبقى مشكله المدافعين انه بيلعب على رده الفعل، لكن المهاجم هو الفاعل، هو اللي بيبدا، والمدافع دايما هو المفعول به. فتخيل لما المفعول به يتفوق على الفاعل، هو ده الصراع الكبير في ما بين المهاجم والمدافع. تصويبه قويه على طول تروح من تاني الى مؤيد سيكا، مؤيد الى عبد الرحمن دغيش. 28 سنه عبد الرحمن، اعمارهم كويسه، في عنصر الخبره، 27 و28 سنه. ودي فاول بصفره علي محمود حكم اللقاء، عيسى السيد وعلي محمود حكام ماتش تاني في مباريات اليوم، ثلاث مباريات يوميا. هذا الضغط والفاول اللي اتعمل من دوغلاس دي سوزا، كالعاده رائد بيطلعنا المدرجات وينزلنا الملعب ويوقفنا مع حارس المرمى ويخلينا مهاجمين ونسجل ونصوب ومدافع يعمل هجمه مرتده. وده الانطلاقه والسرعه ولا ايه دوغلاس ولا ايه؟ راحت ضاعت، راحت ضاعت، كانت فرصه كويسه الحقيقه من دوغلاس لاعب البرازيلي لاعب فريق فاسكو دي جاما لكره الصالات هناك في البرازيل، اعتقد اصغر المشجعين ايضا حاضر وموجود مع والده او حاجه. ادي دوغلاس تخصص في اللياقه البدنيه والاعداد البدني مع الحرس الوطني، حرس الوطني ابطال كاس الوزارات قبل كده في اخر سنتين متتاليتين. ادي الضغط على مؤيد سيكا، له هدف مؤيد سيكا في مباراته الاولى. بدايه لعب ثاني ومن جديد، مشاري المزيعل، مشاري ينقل نفسه تاني ناحية الشمال يصوب، لكن تصدي من ماجد الحافي. برافو يا ماجد، برافو يا ماجد، عنصر خبرة ماجد، 33 سنة، لاعب منتخب الأردن لكرة الصالات، معاهم معاذ كعوش مدرب الفريق، مدرب سابق للقادسية الأردني، مدرب سابق للديوان الملكي هناك في الأردن. ده تاني موسم ليه مع فريق حمادة، وفريق حمادة تابع لمطاعم حمادة هناك في الأردن، 32 فرع هناك في الأردن لمطاعم حمادة، تأسست سنة 1988، لكن أبطال الدوري مرتين لكرة الصالات في الأردن وأبطال الكأس مرة، ترتيبهم الثالث في مواجهة صاحب المركز الرابع. انطلاقة قوية من محمد وبران، ليبقى اسم وبران اسم جميل في كرة الكويت، عبد الله وبران نجم الفنان الموهوب ولاعب الوسط المبدع دائما وابدا في تاريخ كرة القدم الكويتية. ضربة، ضربة تماس تتعمل على طول، مساعد الخضاري تروح تاني لمساعد اطول من اللازم، تطول الى ضربة التماس تاني. ادي مساعد كان واقف على بطن رجله، دائما اللعيب يقف على مشط رجله الافضل ليه طبعا. حضر نفسه بره حسام سمرين لاعب المنتخب الاردني ولاعب فريق حماده، لسه 0-0، لسه 0-0.
ضغط جميل من دوغلاس، فرصة 3-2 ولكن فين؟ فين فين فين؟ مش معقول مش معقول يا مساعد، جامدة جدا جدا، تعمل على طول، وعظيمة والله عظيمة والله، اتعملت طويلة عميقة وبرجله الشمال على طول يعمل أيمن يوسف صاحب هدف التعادل، أيمن يوسف أمام زوندا سنت على الصدر، استلام كويس بهدوء وبثقة محمد وبران، لكن تطلع ضربة تماس، محمد وبران برجله الشمال، محمد يعمل باص يتقفل عليه الطريق إلى عبد الرحمن الثويني، سجل هدفين عبد الرحمن لاعب فريق القهرة، حولة مستمرة لكن قافلين كويس الحقيقة لعيبة فريق حمادة، فريق الأردني يعدي ويمر، أدي علي ضيف الله تاني على طول تصويبة، ولكن برافو 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 ماجد الحافي، برافو يا ماجد، يرقز الموقف تماما في اللقطة الأخيرة، عبد العزيز الخالدي، عبد العزيز الخالدي حارس مرمى الحرس الوطني، قفل المرمى كويس في اللعبة اللي فاتت، حاجة كده مهارات صغيرة بتدي ثقة بتدي طمأنينة، تفقد ثقة المهاجم المدافع اللي قدامك حاول يتعامل بيها بشكل كويس، تاني المرور ولكن برضو تطلع برا، مفيش جماعية، ما بيلعبوش بشكل جماعي، عشان كده معاذ زعلان منهم، معاذ كعوش زعلان منهم عشان كده، لكن مهارة كويسة بيقدمها لنا الحياة في أكتر من موقف، أيمن يوسف فاول، يعني بعض اللعبات احيانا تستحق الانذار، لكن رمضان كريم حكام احيانا يعني بيمشوا الموضوع، اصابه طبعا واضحه لمحمد وبران، محمد بيطلب العلاج، محمد هو خارج الملعب، هينزل طبعا لعيب مكانه، فبينزل انور لايش لاعب فريق برقان، انور اماميه تاني، غلق الطريق دايما بقفل الرجل او بالجسم ككل من عبد الرحمن دايش، تاني على طول عبد الرحمن ضغط قوي، تطلع برضو ضربة تماس، يعني شوط اول مش جميل مش ممتع، الدفاع للفرقتين لعب دور كبير في غلق كل الطرق، سهلة سهلة خالص الى حارس المرمى الحارس ماجد الحافي، ضرب التماس يعني يمكن مستوى المباراة في عدم اللعب على المرمى خلى رائد يخرج للمدرجات كتير ويتجول كده ما بين المشاهدين صغرهم وكبرهم، تاني على طول بعرض الملعب تعمل لعبد الرحمن الثويني، تحركوا كويس من غير كرة لكن اللعب على المرمى قليل قوي، خبرة اللعب وكفاءة اللعب على المرمى قليلة، تصويبة حلوة المرة دي حلوة المرة دي، خارج القائم الأيمن بيردتين في واحدة من المحاولات القليلة في اللعب على المرمى، 9 دقائق حتى الآن 0-0 النتيجة، مشاهدينا الكرام متابعي قناة الكويت الرياضية في كل مكان، دورة الروضان الرمضانية يوم 28 إن شاء الله هيبقى النهائي يوم الخميس القادم يعني بعد بكرة، ما ننساش فيصل زايد في مواجهة المايسترو بيرلو، بيرلو النجم الإيطالي العظيم بطل كأس العالم ووصيف أمم أوروبا، نجم الميلان واليوفي والإنتر وريجينا ونيويورك سيتي، وادي على طول معاز على الخط تعليمات أول بأول، لكن لسه النتيجة 0-0، شوط أول كنا منتظرينه أفضل من كده، خلاص في آخر 20 ثانية منه، عبد الرحمن دغيش، عبد الرحمن لحسام سمرين بيعمل بالعرض، حسام برضو مش لحد، مباريات ضمن المجموعة الأولى الفرقتين،
تاني على طول فرصة هدف أول، هدف أول، ولكن غلق ممتاز يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. حلوة 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 من حسين أبو الشيخ مع البنك الدولي، هو كمان يتأهل، وده اللي مدي برضو نوع من الرغبة اللي موجودة في الملعب لتحقيق الانتصار. قد تكون الفرصة أضعف أو أقل، لكنها موجودة، لكنها موجودة. يعني الفريقين اللي أمام حضراتكم الاثنين ممكن يتأهلوا بنتائج المباراة الأخيرة. نشوف مع بعض الموقف هيكون إيه. أدي رقم 3 باللون الأصفر الحرس الوطني اللي بيشارك في البطولة لأول مرة. بص الأمامي على طول عند فريق حمادة باللون الأحمر فريق الأردني، على طول مؤيد سيكا، مؤيد سيكا إلى حسين أبو الشيخ. لعيب كويس حسين، متحرك ونشيط وبيفتح دايما زوايا لعب، أهو دايما أهو دايما بيتواجد في المكان اللي يطمنك ان انت تديله الباص وبيروح لمكان جديد بعد كده. ضربة رأس على طول تطلع من أنور لايش إلى ضربة التماس. ضربة تماس من أنور، تلعب بالرجلين طبعا خلال 4 ثواني من أول ما تتثبت على خط التماس. أدي على طول تاني إلى حسين أبو الشيخ لعبد الرحمن دغيش لمؤيد سيكا. حسين أبو الشيخ يرجع على طول لحارس مرمى ماجد الحافي، يلعبها طويلة ماجد أمامية عند أيمن يوسف لعيب الحريف اللعيب، لكن مقفول عليه دايما كويس أيمن. أدي ضغط قوي تاني من الحرس الوطني، ياخدها بشكل جميل مساعد الخضاري، برافو يا مساعد، وادي الانطلاقة والسرعة، برافو 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 ماجد الحافي، حارس المرمى توقيته مناسب، برافو يا ماجد. أدي انطلاقة تاني من جديد أبو الشيخ، أبو الشيخ ولكن على طول إلى ضربة التماس، إلى ضرب التماس، سقوط على الأرض لأنور لايش. سلامات يا أنور، سلامات يا أنور. يعني بالحذاء بتاعه جاب إيده كده في الآخر هو على الأرض بدون ما يقصد. بص إيده يا حبيبي، يا حبيبي إيديه فوق كف إيده وزحفت على الأرض، لكن إن شاء الله إن شاء الله ما يكونش فيها حاجة، بسيطة بس هتقلمه قوي كده شوية، يعني هتقلمه فترة قصيرة كده وبعد كده تبقى كويس، ما فيش مشاكل. مساعد الخضاري، مساعد على طول إلى دوغلاس اللاعب البرازيلي، دوغلاس تاني على طول يركنه على دوغلاس من جديد، بنتشر كويس ومتحرك كويس. تاني على طول سيطرة للحرس الوطني في هذه اللحظات، وعودة فريق حمادة بكامل خطوط النص ملعبه بيدافعوا بدفاع 2-2. تاني على طول في مساحة جميلة، يا سلام على التحرك المثالي الجميل لتضيع الفرصة، هنا التحول من جديد. تاني على طول أيمن يوسف، أيمن يوسف، يلا يا أيمن، عدي يا أيمن، مرة أيمن يصوب هدف أول، نعم 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 نعم، هدف أول لحمادة، حمادة اللي عنده نقطتين والانتصار في صالحه جدا جدا، سيرفع رصيده إلى 5 نقاط ويلقي بالضغط على فريق زون سنت في اللقاء القادم. موقف الحرس الوطني يزداد صعوبة. أدي التحول من دفاع للهجوم، هنا التحرك الجميل، لعيب قوي الحقيقة أيمن يوسف، يا سلام يا فنان يا فنان، بأربع عيون تحضرت جميلة قوي إلى سيكا، مؤيد سيكا على طول يسجل، سيكا الناحية التانية دوغلاس من بلد كاريكا، يبقى سيكا أفضل من كاريكا حتى الآن في دورة الروضان. ضرب التماس دوغلاس، ضغط قوي من سيكا ياخدها بشكل جميل، محمد موالي لعيبة فريق حمادة الحقيقة بروح عالية قوي قوي، يا ولد يا ولد يا ولد، بسن الحذاء عبد الرحمن دغيش وبسن الحذاء ولكن من خارج منطقة الجزاء. وادي سيكا مؤيد 27 سنة، مؤيد سيكا على طول إلى دوغلاس، طويلة عميقة مش لحد أبدا تروح إلى حارس المرمى حمادة، الحارس ماجد الحافي حارس حمادة. ترتيب الجدول أمام حضراتكم قبل بداية هذه المباراة، ما بين 5 نقاط كي اي بي، نقطتين زون سنت، نقطتين لحمادة ونقطة للحرس الوطني من جديد. تاني على طول أقول لكم على المفاجأة اللي ممكن تحصل بعد اللعبة دي، أدي الهدف الثاني، الهدف الثاني، لعيب 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 يا ولد، حريف يا ولد، مهاري يا ولد، ثقة عالية يا ولد، ينجح تماما محمد موالي في أن يحرز الهدف التالي لتكون النتيجة 2-0 لصالح فريق حمادة، 2-0. شوفوا الموقف عامل ازاي، شوف الموقف عامل ازاي، هنا المهارة الجميلة، عمل فنت جميل، وجود زميله في الناحية العكسية الحقيقة هو اللي خلى عبد العزيز الخلدي حيران،
عبد العزيز الخالدي حيران لانه كان معتقد انه ممكن يمرر، هو عمل فنت صغير قصير اقنعه انه يعمل تمريره ولكن على طول عمل العكس. يستخدم الباور بلاير علي ضيف الله مدرب الحرس الوطني، يخرج الحارس عبد العزيز الخالدي ويدفع باحد اللاعبين كباور بلاير. ايه هي المفاجاه؟ حماده كسبان دلوقتي كام يا جماعه؟ كسبان 2-0، يعني عنده كم نقطه؟ 5. المتصدر عنده 4 نقاط، كي اي بي البنك الدولي. زون سنت عنده نقطتين وهيلعبوا بعض الماتش الجاي، لو زون سنت كسب يتاهل حماده وزون سنت ويخرج من البطوله البنك الدولي. عشان كده الماتش اللي جاي من نار، تحضير تاني وتصويب، ولكن الى ضربه ركنيه. شوف الروح العاليه اللي بيلعبوا بيها النشامه، روح عاليه واصرار كبير، والسمات الاراديه تلعب دور كبير في كل التحديات عموما، ما بالك في كره الصالات في المساحات الصغيره في منطقه دايما تحدي بينك وبين اللي قدامك، كل موقف في تحدي فرصه هدف. ولكن تصدي رائع من ماجد الحافي، برافو يا ماجد، برافو يا ماجد لاعب المنتخب الاردني. ماجد نادي حماده تاسس سنه 2011، خد الدوري مرتين، خد الكاس مره، ويؤدي بشكل ممتاز، برافو. سعد الخضاري بيحاول، حرس الوطن يجتهد ويكافح من اجل العوده، بطل كاس الوزارات مرتين في اخر سنتين، لكنه يصطدم الان بقوه فريق حماده واصراره واحرازه لهدفين جميلين. الحافي يلعبها طويله اماميه على طول، يا لعيب يا كبير، يا ولد يا ولد يا ولد، ايه يا واد يا ايمن ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ هتهالي تاني، هتهالي تاني يا رائد لو سمحت. شوف ايمن لعيب لعيب لعيب، خدها بوش رجله وظهره للمرمى، عنده احساس بالمكان وسنس عالي قوي. هو تاني، ايمن تاني، عدى تاني، مر تاني، التالت 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 بيسجله ايمن الحريف، ايمن الحريف، برافو يا ايمن، برافو يا ايمن، برافو برافو برافو. 3-0 لفريق حماده النهارده. حماده سكر زياده النهارده، حماده سكر زياده، مفيش كلام. شوف ايمن وانطلقته، بيضربوه بيمسكوه بيشدوه، ولكنه يتقدم ويخترق ويعدي ويمر ويفوت ويشوط، وتوت توت توت، جمهور حماده هناك في الاردن وفي كل حته مبسوط. برافو ايمن يوسف، برافو يا ايمن. تحضير تاني وتصويب، 3-0، خروج الحرس الوطني من البطوله. حماده يلقي بالضغط على اللقاء القادم، وادي الرابع، ادي الرابع، رباعيه رباعيه رباعيه، نعم نعم، بكل اصرار بكل تحدي حماده يرفع شعار النهارده ما في حد ادي، نعم النهارده ما في حد ادي. حسام سمرين، برافو يا حسام، برافو يا حسام، لاعب المنتخب الاردني لكره الصالات، 22 سنه، لاعب شاب قوي يتقدم يسجل في مرمى عبد العزيز الخالدي. 4-0، نتيجة كبيرة. تاني على طول، الشوط التاني أفضل كتير من الشوط الأول. يا ولد يا ولد يا ولد، والله خسارة والله خسارة والله خسارة. فرصة الخامس، فرصة الخامس، يا أيمن يا لعيب، يا أيمن يا لعيب، لعيب 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 يا ولد، لعيب يا ولد، بيرقص الصمبا، بيرقص الرومبا، بيرقص وعلى واحدة ونص. هتهالي هتهالي يا رائد، هتهالي يا رائد. شوف التحول بالدفاع للهجوم، بص الفنت ده، بقول له بص، اوعى اوعى وشك بس، خلاص بس خلاص، الفنت وتطويحة الرجل الأولانية إنه هيعمل باص، ودايما يخدعه باللعبة دي. ماجد الحافي هو اللي صنع هذا الهدف، وأيمن يوسف يصدق على قيمة وروعة الهدف، برافو يا أيمن. هي دي هي دي بتاعت أيمن اللي أنا طلبتها من رائد، برافو. عدها لي تاني من فوق، من فوق معاك 16 كاميرا يا رائد، أوعى تكون بخيل علينا، أوعى تكون بخيل علينا. سبايدر كامل لفوق أيضا كمان، هتجيبها بشكل جميل، هتبين الإحساس بالمكان أكتر والسنس اللي عند أيمن يوسف. كان سجل هدف في أول مباراة أمام زون سنت، وكان مؤيد سجل أيضا في اللقاء الأول، والآن أما أيضا مؤيد يسجل لقاء، هو لقاء اليوم لقاء أول أو أول هدف في لقاء اليوم. علي محمود حكم اللقاء تعامل سيكولوجيا كويس، عارف ان رقم 5 بشار المزيعل لاعب فريق حرس الوطني اللي خسران دلوقتي 5، عارفه متوتر وزعلان ومقموص ويعني ومضغوط، فقال لك لا، قال لك لا، ضحكه بابتسامه حلوه كده، يا ولد يا ولد يا ولد، دي الحاجات الحلوه. ورده الفعل كانت ممتازه برضو، خلينا نتكلم الحقيقه لمشاري. ضربه تماس، 5-0 5-0،
هي النتيجة الأكبر في هذه المجموعة مع فوز البنك الدولي على حساب الحرس الوطني، هي النتيجة الأكبر. ماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، صعب جدا. ماتش اللي يفوز فيه يتأهل، والتعادل يصعد بالبنك الدولي. إذا صفرت النهاية، نعم نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة، وانتصار بخمسة أهداف